قاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فريق السلطة التشريعية لقلب النتيجة على نظيره السلطة التنفيذية بعد أن أحرز هدفين إثر تأخر فريقه بهدف سجله الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، وذلك في المباراة الودية ضمن بطولة دورة الروضان. نعم، المباراة أقيمت بحضور سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجمهور غفير. في أجواء رياضية أخوية شيقة جاءت مباراة كرة القدم ما بين فريق مجلس الأمة والحكومة ضمن دورة الروضان الرمضانية. الأحداث ما قبل المواجهة كانت حماسية ومثيرة بلقاءاتها. بداية هجومية واضحة لفريق الحكومة أسفرت عن التقدم بهدف من تسديدة ذكية. الله عليك الله عليك، تسلم رجليك. سكنت في شباك النائب رياض العدساني، لكن نقطة التحول في شوط المباراة الثاني والذي قاده رئيس مجلس الأمة بذكاء مرزوق الغانم خاطفا الأضواء بتسجيله هدفين ومانحا فريقه التفوق فريق المجلس على الحكومة. لا 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 لا. أي مرزوق وأي غانم، أي مرزوق وأي غانم، يا جماله يا جماله. الحكومة اللي ما لها حل، حتى لغيتها تفوز ما تعرف تفوز. اليوم هم خالفوا الميثاق لأن لعبوا 4 لاعبين ما هم وزراء، فبالتالي احنا لعبنا لاعب واحد من حرس المجلس اللي هو بدر المطوع، واعتقد الآن هذا مثل خامس أو رابع من سلمة الرئاسة ترى ما فازت الحكومة. احنا اتفقنا بان كمحكمه كوزراء بنروح ونلجا للمحكمه الدستوريه، لعل المحكمه الدستوريه ترد لنا حقنا، لان هذا من حقهم ومن حقكم. احنا الشوط الاول فايزين، اما من نزل بدر المطوع قلب النتيجه. هذه الاجواء اللي متعودين عليها بالكويت، والله يديم علينا الحقيقه، والله يحفظ الكويت وامينها وشعبها ان شاء الله. اليوم راضين عن ادائكم؟ والله كان ممكن نسوي احسن، ولكن اعتقد استغلونا يعني دخول لاعب دولي، ولكن ان شاء الله راح نرفع الامر، احنا ناخذ الاجراءات القانونيه ان شاء الله بهذا الامر. 2-1 احنا للاسف حكم معاهم، ترى الحكم شكينا فينا معاهم بصراحه، ولا اللعب لعبنا فيهم لعب اليوم كلش. احنا نوديهم نصهم علاج بالخارج، نوديهم ان شاء الله. اللعبه الحبيه اليوم بين المجلس وبين الحكومه اثبتت شيء، ان النواب والمجلس متفوقين على الحكومه دائما. روحنا رياضية عالية سادت هذه المواجهة الأخوية ما بين فريق المجلس والحكومة، والفائز بالنهاية هو الفريقان معنا. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.